مات عثمان خليقه وزهير اليزيدي خويا وولدي جاو على طريق تونس، جاو في الطياره داوهم ما عرفناهمش كيفاش داروا حتى الحكومه الليبيه. دابا حنا كنطالبوا ما خلينا إنا اداره اللي ما دقيناهاش، دا من ينادي. دابا حنا كنطلبوا من جلاله الملك الله يخليه لينا والله ينصره والله يحفظه لينا. ما عندنا حتى شي باب الا باب الله وبابه، لما يشوف من حال هاد الشبان راهم غارقين في ليبيا، شدودين في ليبيا مغبرينهم، ما كنهضروش معاهم. اخر مره هضرنا معاهم هي في رمضان، من غير رمضان راه دابا 3 سنين. قال لك ماما حنا بين الموت والحياه، ما كيكملوش معنا الهضره، ما كيهضروش في راحتهم. كنطلبوا من جلاله الملك الله يخليه لينا يشوف من حال هاد الوليدات وهاد الشبان. حنا ما عندنا حتى شي واحد من غيره سوى الله هو، حنا كنطلبوه الله يشافيه الله يعافيه ويشوف من حال وليداته، راهم وليداته هادو. حنا عندنا الحق في بلادنا، حتى هما راه عندهم الحق في بلادهم. هذا ولدي وخويا عندهم الصنعه، كانوا كيقراو وخرجوا من القرايه، عندهم الدبلومات ديالهم، دفعوا دفعوا دفعوا، ما جابش الله هنايا. صافي راه كتعرف الدراري ديال هاد الشبان هذا، ملي ما كيجيبش الله هنايا كيقول لك انا والله من هذا، واخا يكون عندهم يا الدبلوم الا ما خدمش به راه تيبان له على البحر يقطعوا. واحد هو اللي عمر لهم راسهم حتى مشاو، مشاو بالفلوس. ملي مشاو لتما عاد قالوا لنا صيفطوا لنا الفلوس، وصيفطنا لهم. راه انسان الله يحسن العوان الكبده، لا فلوس لا ولاد. حنا كنطلبوا من جلاله الملك الله يخليه لينا الله ينصرو الا ما يشوف من حال هاد الوليدات ديال ليبيا وديال تونس وديال الجزائر. انا ما نهضرش على ولادي، ولدي وخويا راهم في الشجون ديال ليبيا. حنا كنطلبوا من الله وجلاله الملك يشوف من حالهم ويجيبهم لبلادهم، وراهم وليداته. وحنا كنترجاه وكنطلبوه يشوف الامهات. انا الوالد ديالي توفى، وحنا يعني شغنقول لك الدار كلها مشتة، الولاد كلشي تشتت، كلشي ما بقاتش عندنا لا عيشه، ما بقاتش عندنا لا عيد لا رمضان لا حتى شي حاجه. حنا كنطلبوا بالله وجلاله الملك محمد السادس سوي يشوف من حال هاد الوليدات ويرحمهم ويشوف من حالهم، راه وليداتو تا هو.